انا كنت معتقل واحد السنه ديال مسجن من السجن مشيت للمحل ديالي كنلقى المحل ديالي بانه راه مشدود مبني بلي اجور. انا من نهار 6 استخرجت من الاعتقال وانا كنمشي نجي في المقاطعه انا نقدم هذا هو القيد راه ما ديك كيدير معايا حتى حاجه ما فهمتش هذا الشيء هذا واش غادي نعطي القهوه وانا خارج من الحبس ما عندي حتى 4 دريال واش غادي ندور معاه ما فهمت حتى شي حاجه من هذا الشيء هذا كنمشي كنجيب كيدير معايا حتى حاجه باغي نمشي على الحمام ما عنديش الحوايج باش غادي نبدل ما عنديش حوايجي تما رزقي تما كلشي تما الو السلام عليكم انا جمال عساب انا كنت معتقل واحد السنه ديال مسجن من السجن مشيت للمحل ديالي كنلقى المحل ديالي بانه راه مشدود مبني بلي اجور انا مني بالي داك المنظر انا راه دخت مشيت للمقاطعه عند القيد لقيت غير مقدم قال لي انا ماشي شغلي دخل عند القيد دخل انت عند القيد راه حبيا قال لي هذا السيد هذا ما يبغيش يمشي عند درجة كبيرة الا خرج من السجن سير ما عطي الحوايج ديالو قال لي واش انت اللي شديتي الباب ولا هما قال لي انا اللي شديت الباب هذا المقدم قال لي حوايج السيد واش باقي في المحل ولا قال لي باقي في المحل ديالو راه سد المحل ديالو قال لي وغدا ان شاء الله تمشي معاه تعطي الحوايج ديالو ما يبغيش يرجع انا من نهار 6 استخرجت من الاعتقال وانا كنمشي نجي في المقاطعه انا نقدم هذا هو القيد راه ما ديك كيدير معايا حتى حاجه ما فهمتش هذا الشيء هذا واش غادي نعطي القهوه وانا خارج من الحبس ما عندي حتى 4 دريال واش غادي ندور معاه ما فهمت حتى شي حاجه من السيد هذا كنمشي كنجيبها كيدير معايا حتى حاجه انا لحد الان باقي ما دار معايا والو كاين تما الحاله المدنيه ديالي كاين الوريقه ديال الكارطه الشرطه ديالي كاين حوايجي كاين رزقي كاين كلشي في ذاك الدار ما بغي لا حلو ما بغي يدير معايا حتى شي حل دابا انا كنترجى الله كنطلب الله باش تشوفوا معايا وتخوفوا معايا في هذا الشيء اللي وقع عليا الله يجزيكم بخير دابا المده ديال شهر والمده ديال شهر دابا هادي وانا عمري يعني المده شهر باغي نمشي على الحمام ما عنديش الحوايج باش غادي نبدل ما عنديش حوايجي تما رزقي تما كلشي تما الله يجزيكم بخير والله يرحم بكم الوالدين المطالب ديالي هو بغي غير الحوايج ديالي والحاله المدنيه ديالي والوريقات ديالي اللي كنت سدد لي عليهم الله يجزيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين كيتسمى درب الحداوي المقاطعه ديال بوسماره الطبق الثاني